أبريل المساوي 28 سنة من مواليد مدينة وجدة، طالبة باحثة بسلك الدكتوراة شعبة الاقتصاد والتدبير، إطار بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومناضلة في الشبيبة الاتحادية. الاتحاد الاشتراكي هو ملك لكل المغاربة وليس ملك لنفسه فقط، وبذلك معني من وجهة نظر التاريخ ليس بمصيره الخاص فقط ولكن بمصير العائلة الديمقراطية كلها والعائلة التحديثية بشكل عام، وعلى هذا الأساس ينظر إليه كرقم أساسي في أجندة البلاد. إن هذا التناوب الجديد للأفق الاجتماعي الديمقراطي الذي ينشده الاتحاد الاشتراكي من شأنه أن يضمن مناعة مؤسساتية ويوفر شروط الاستقرار السياسي ومقومات الأمن المجتمعي، لأنه تأسيسا على هويته الاشتراكية الديمقراطية فإن المسألة الاجتماعية هي أولوية وتعد صمام للكرامة الإنسانية. ندائي لكل شابة وشاب مغربي، كن متفائلا، كن واثقا، كن طموحا، لأنك أهم ثروات البلاد. يجب أن تقطع مع جميع أنواع خطاب التيئيس والعدمية، لأنك أمل المغرب ومستقبله. المغرب أولاً.